حياكم الله إذا مشاهدينا مجددا. أكيد بننتقل وياكم للشعر والشعراء وشعر فن الكلمة وعفويتها. ضيفنا شاعر يغرد بكلماته الجميلة وقصائده المميزة، استلطف الكلمات بعواطفه الصادقة وخياله المتدفق، وأبدع في أطروحته حتى أشاد به جميع من أصغى لكلماته المتبلورة بالمشاعر. اليوم نستضيف استوديو أماسي الشاعر الإماراتي الشاب راشد الكشف. حياك الله يا راشد. الله يحييك. مساك الله بالخير. والله يمسي على جميع المتابعين بالخير إن شاء الله والنور والسرور. حياك الله. الله يسلمك. يعني الساحة الشعرية اليوم ما شاء الله، يعني شو أقول لك، يعني مليئة بالشعراء والشعر، مليئة جدا بالشعراء وبالشعر، وأعتقد أن المنافسة شوية فيها بتكون صعبة جدا، خصوصا مع الدعم اللي اليوم يلاقيه الشعراء. نعم. خصوصا يعني في إمارات الشارقة بشكل خاص، يمكن في دولة الإمارات بشكل عام. خبرني راشد، بدايتك مع الشعر كيف كانت؟ البداية بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء البداية كانت تقريبا سنة 2007-2008. هنا. وكانت مرحلة انتقالية تقريبا من نهاية الثانوية العامة ودخولي الجامعة. هني هالفترة شوية يعني تكون مرحلة انتقالية، وكانت في البداية في هاي الفترة المنتديات مرتفع سوقها، وكان وقتها يعني قايم سوقها قايم، فأنا شاركت في بعض المنتديات. من قبلها كنت أنا أحب القراءة والكتابة، القراءة سوري والاستماع للشعر. فيوم سمعت، وهذا كنت أقول إنه كيف بتكون القصيدة، هل هي صعبة؟ تأثرت بالنوع راشد أول ما بديت تسمع شعر؟ الصراحة بشعراء قدامى طبعا، على رأسهم المرحوم الشيخ زايد الله يرحمه، قصائده، وكنت أقرأ القصائد الفصيحة والنمطية الموجودة في الكتب. يعني وكنت أقرأ كتب شعرية أساسا، دواوين شعرية لشعراء قدامى، منهم راشد الخضر، منهم راشد بن طناف، مجموعة كبيرة صراحة من الشعراء. جميل. وهذا الشيء ساهم يعني في صقل الموهبة، وتدريجيا الحمد لله. جميل. يمكن قراءة الشعر، التمعن في قراءة وايد دواوين شعرية، الاستماع للشعر، دخول حتى المنتديات الشعرية على مواقع الانترنت المختلفة، هذا اعتقد انه يعني يعطي الشاعر فكرة او يخليه على معرفة ودراية بالاتجاه اللي هو حاب انه يتجه له في مجال الشعر، سواء كان نبطي، سواء كان بالفصحى، سواء كان يعني باللغة اللهجة البيضة مثل ما يقولون. صح. شعر غنائي، طبعا أنا ما أفهم يمكن وايد في أنواع الشعر، لكن أعرف أن في وايد شعراء متخصصين في مجالات معينة أو في يمكن نوع معين من أنواع الشعر. صح، مثل ما تفضلتي. شو بالنسبة لك؟ طبعا القراءة تساهم في شو، القصيدة هي عبارة عن وزن وقافية ومعنى. الوزن والقافية بالممارسة ممكن يعني يتقنها الشاعر إذا كانت عند الموهبة. الوزن والقافية. الوزن والقافية. أما على سبيل المفردات أو الصور الشعرية، هذه لازم الشاعر يشكل عنده مخزون. فكل ما قرأ شيء، يعني كل ما أنا قريت قصيدة أو معلقة أو سواء كانت فصحى أو فصيحة أم نبطية، أستفيد من المفردات اللي فيها، في صور شعرية، في مترادفات، في إضاءات شعرية، هذه تساهم في بناء القصيدة. أنا لما أمي أبني قصيدة أستحضر هاي المفردات واستخدمها. يكون عندك هذا المخزون اللي ممكن أنك أنت تستحضره. صحيح. تؤمن راشد بأن كتابة القصيدة ممكن أن تأتي كاملة القصيدة بمجرد ما يأتي مطلعها؟ صح، بس هذا شيء ما أقدر أجزم فيه، لأن أنا عندي أبيات كملت 7-8 سنوات، بيتين ثلاثة. يعني مطلع القصيدة وبعدين تمت 7 سنوات فيها. تحيا وتموت في نفس اللحظة. أما في قصائد لا، بالعكس 30-40 بيت في 5 دقائق تطلع. هي لأن أنا اللي أؤمن فيه أن القلم لما يبدأ يكتب هو يملف القصيدة مش أنا. لما يبدأ يكتب خلاص هو يكمل عني. أنا أحيانا أرجع للقصيدة كمرجع، أستغرب أقول هل أنا اللي كتبت هالقصيدة، يعني أتفاجأ بالمحتوى. تعدل فيها يت مرة أن أنت عدلت، مثلا طلعت القصيدة خلينا نقول 30 بيت، رديت عدلت على القصيدة أحيانا. أنا أستشير، كنت أستشير شعراء أقدم مني في المجال، وأستشير ناس يعني فاهم، بحكم يعني بغرض التطوير. فإذا حد منهم عنده ملاحظة أحيانا يوجهوني، ينبهوني لبعض الأمور.
فبناء عليها انا احيانا اعدل واحيانا لا، تكون عندي يعني ان خلاص هذه قصيدتي انتهت، مثل ما يقولون جف القلم، ما اقدر ارجع وامحي واعدل. احس ان يعني كاني انا مش واثق منها، بس احيانا تحتاج تعديل. انت راشد مع التطوير في المفرده أكيد. اللي تكتب في القصيده أكيد. يعني المفرده وايد لها تاثيرها، يمكن حتى على مستمعي ومتذوقي الشعر، كل جيل يختلف عن الجيل صح. الاخر صح. الشعر النبطي أصبح يقبل أو يقبل الشعراء دخول الألفاظ الجديدة عليه يمكن، أو المفردات اللي تستخدم في الشعر النبطي، أنت مع استخدامها أو مع المحافظة على المفردات الشعر النبطي القديمة يمكن؟ هو سلام إن شاء الله يعتمد يعتمد على شو؟ يعتمد أن أنت بتطعم القصيدة بمفردات، أحيانا نستخدم نحن طبعا المحلية النبطية القصيدة أقرب من الفصحى بالنسبة لي أنا. السبب ان النبطيه هي من اللهجه العاميه فاقرب للقلب، لما واحد يلقيها او شيء تكون سلسه يعني. ففي مفردات مقبوله، في مفردات نستنكرها، يعتمد كل شخص وقناعته. انا بالنسبه لي اذا شفته يتناسب مع جو القصيده ممكن اطعمها ببعض المفردات جميل. بس مش دائما. زين ابغى نسمع شيء راشد. والله انا في قصيده، هذه القصيده لصاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، نعم، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارجة، لأنه دائما طبعا قائد ركب التعليم والثقافة والصحة، وأنا أكيد. أيامها كان يتابعنا بشكل مقرب في كلية التقنية الشارقة للطلاب. نعم. فهذه القصيدة مهداة له، وصراحة إن شاء الله أنه يعني تكفي وتوفي. فيقول فيها: يا مرحبا باللي به الدار تزدان، يا مرحبا باللي به الدار تزدان، وجدك فخر لنا وطلتك هيبة، يا مرحبا دكتورنا الشيخ سلطان، شيخ تعدى المدح من زود طيبه، أسس مباني العلم في كل الأركان، حتى غدت كل الشعوب تحكيبه، درس وعلمنا على شرع الإيمان. نعم. يلا عسى المولى بخير يثيبه، ولاهان ساعده اليميني لاهان، قدر يعلم جيلنا ويرتقيبه، معه بلا شك الثقافة بتنصان، معه بتحيا كل أمه أديبة، معه غدا للعلم إمكانه وشان، معه غدت كل المعالي قريبة، فعله على مر الليالي له لسان، يبقى ومحد باقين ما دريبه، يا علنا عند الشدايد له أعوان، ويا عله الفردوس دايم نصيبه، والحين أرحب فيكم أنتو يا الأخوان، من الكبار لين حد الشبيبة، ترحيبة مع ورد مسكن وريحان، يلي غديتوا للمراجل عريبة، واختامها صلوا على نسل عدنان عليه الصلاة والسلام، محمد اللي ما به أحد يريب عليه الصلاة والسلام. صح لسانك راشد. يمكن الساحة الشعرية فيها وايد شعراء، وايد وايد، مثل ما ذكرت لك يمكن في البداية أصبحت مطعمة الساحة الشعرية الحقيقة بالعديد من الشعراء. أنا أشوف أن هاي ما بظاهرة غير صحية، هي ظاهرة صحية أنه يكون عندنا وايد شعراء، وأنه هذا الجزء من التراث ما يندثر بوجود شباب شعراء من أمثال راشد الكشف وغيرهم. يعني جميل أن نشوف الجيل الجديد أيضا يتبنى مفهوم الشعر ربما الحديث، أو أنه يطور في الشعر، أو أنه كذلك أيضا يعني يصدح بالشعر لتقديم رسالة معينة. اليوم منو من زملائك تشوفها في الساحة الشعرية برز بالفعل وتحس أنه أصبح لقصائده صدى سواء كان على مستوى الخليج أو على مستوى الوطن العربي؟ والله في شعراء كثير كثيرين صراحة، منهم عبيد راشد اليللي الشاعر، هذا أخ زميل دراسة وأخ وصديق، ودائما أنا أستمد منه بعض الملاحظات والاقتراحات واستشيره في بعض الامور. نعم. وشاعر احمد العويس ايضا من الاصدقاء والاخوان. هذه الاكثر اثنين تقريبا، نحن دائما حتى في محاورات شعريه احيانا بيننا مداعبات بسيطه. وما شاء الله الساحه مثل ما تفضلتي مكتظه ومليئه بالكثير، يعني خصوصا مع حاليا وجودنا في عصر السرعه ومواقع التواصل الاجتماعي بالضبط. فاصبح الوصول للجمهور شيء بسيط يعني. انت ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي راشد، وعلى يعني طاري مواقع التواصل الاجتماعي، في السابق يمكن كانت الى مرحله التسعينات كان في اصدار لدواوين بشكل كبير في دوله الامارات او في دول الخليج بشكل عام.
يعني كان الشاعر اللي يهمه أنه يصدر ديوان سواء كان مقروء أو مسموع. هذا الديوان يعتبره هو وسيلة التواصل ربما بينه وبين جمهوره، هو الشيء اللي وصل صوته لجمهوره. اليوم تعتقد أن الديوان بعد له أهميته، أصدار الديوان له أهميته مثل قبل ولا لا؟ أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم والمنتديات تغني عن هالشيء. صحيح، هو الديوان أنا في وجهة نظري الشخصية مهم، وجود فعلي، ولكن تطبيقي حاليا صعب، لأن الوقت اللي يستخدمه الشخص، يعني قصدي الديوان إذا وجد، القراء حاليا أصبحوا قليلين، فمش إنما انقرضوا، لا موجودين، ولكن يستخدمون عصر السرعة، يعني حتى الجرائد حتى يقرون الأخبار أو عناوين او هيدلاينز، فالامور هذه الديوان لازم يكون موجود يوثق للشاعر حتى بعد مماته، يكون موجود كمرجع، يعني هو يكون موجود المفروض كتوثيق، توثيق فقط، ولكن ليس كوسيله انتشار ولا لا للشعر او للشاعر نفسه. نعم، لان حاليا في ايضا انديه للكتاب والشعراء والمؤرخين يجتمعون فيها ويصدرون فيها دواوين، ولكن القراء أصبح الشخص يبحث عن السهل، نحن في عصر السرعة، فأنت مثلا في حال أني أنا أصدر ديوان، أنت بتسألين نفسك هل أنا أدخل مثلا إنستغرام أسمع قصيدة الراشد ولا أشتري ديوان وأقرأ وأصفح؟ معناته أنك أنت تسجل قصائد على الإنستغرام؟ أنا نعم أسجل، ولكن التكنولوجيا هذه 15 ثانية. نعم، هذه أحدى الضرائب التكنولوجيا. معوقات ربما. نعم، يعني تسجل يمكن مطلع القصيدة على الانستغرام بيتين أو ثلاث، هذا اللي جبرني تكمل القصيدة على الانستغرام في 15 ثانية. لا صعب، صعب وايد، صعب صعب جدا ومتعب على المتصفحين. يعني يمكن طلعت تطبيقات أخرى نفس مثلا سناب شات، سناب شات بعد أقل يمكن من الانستغرام 10 ثواني، لكن في ناس وايد تستخدم مثل هاي المواقع خصوصا مخصصة للفيديو، يعني اكثر يمكن من الانستغرام اللي مخصص لصور، او تويتر اللي مخصص ل 140 حرف فقط. تستخدم سناب شات أنا او غيره؟ استخدم كل برامج التواصل الاجتماعي، محب للتكنولوجيا يعني انا على فكره، ولكن في هالمواقع حلو ان في ضوء، يعني ممكن تسلط ضوء على نفسك للناس، او الناس تشوف اللي تنتجه انت من قصايد او اي فن كنت فيه، ولكن لازم تبني ايضا جمهور في هالمكان. يعني مثلا سناب شات ما في حد بيدور شاعر وبيضيفه الا يكون يعرف الحساب ويضيفه، يعني بالضبط. فعن طريق علاقاتك لازم تبني جماهيرك او قاعده جماهيريه تحب تسمع منك الشعر. جميل، شو بتسمعنا بعد راشد؟ والله هاي القصيده ايضا من اخر الانتاج، يعني فان شاء الله هي تشرح نفسها. يعني تفضل. فيقول: اعوذ بك يا رب من كل وسواس، أعوذ بك يا رب من كل وسواس، وأعوذ بك من كل هاجس محني، وأعوذ بك من ضيقة الصدر والباس، وأعوذ بك يا رب لأني ولأني مذنب، وأنا يا رب من بدها الناس أطمح التوبة ما تجيب التمني، ولأن الصلاة اللي للإسلام هي ساس فيها مقصر، واثنتين شغلني، الأول أحب لألوان قرطاس، والثانية ذرية رازقني، ولأني إذا عاينت في الليل نسناس أحس حول الراس مليون جني، وأدركت بني في طريقي للإفلاس من رحمتك، ولا يفيد التأني، وأيقنت بأن العمر ما هو بمقياس على الفهم بالرغم من صغر سني، وإن شئت خدت الروح وبقطع الأنفاس، قادر ولا غيرك عليها يدني، لكنك اللي تمهل العبد الأوداس، زله ولا تمهله ولا تهمله، يا ممهلني يا رب تقبل توبة موطي الراس، يا من بفضلك في العمر مغنيني، مذنب وانا يا رب من بدها الناس اطمح التوبه منك فضلا ومني. امين يا رب العالمين. صح لسانك يا راشد. صح الله بي. يعني انت تكتب عاده في مواضيع اجتماعيه، هذا اللي انا حسيته من القصيدتين اللي القيتهم. شو اكثر المواضيع اللي تجذبك راشد؟ حسيت والله تحس انك انت تبغى تكتب فيها، ولا ما في شيء معين؟ طبعا لا اكيد، يعني في رساله معينه، انا هذا اللي اقصده، يعني في رساله معينه أكيد انت أكيد حاب توجهها من خلال الشعر. نعم، الشاعر في النهايه يكون صاحب رساله، يعني فيوصل من خلاله رسائل، اما احيانا يخاطب فيها نفسه، احيانا يخاطب فيها شخص معين، احيانا موقف معين تاثر فيه. طبعا انا اكتب في كل الالوان، يعني جربت كل الالوان، التنويع دائما يضيف لك خبرة، يعني
فكتبت فيه اشياء كثيره، وعندي طبعا فكاهي وعندي الغزل وعندي القصائد كثيره يعني متنوعه، ولكن انا اخترت اللقاء قصيدتين، وايضا في ابيات يعني بسيطه ممكن ان نقولها يعني، فتكون في لون ثاني ان شاء الله. منتج البرنامج او منتجه البرنامج حابه تسمع شيء فكاهي، منتجتنا رحيله الحوسني فكاهي. زين، هذه القصيدة سلمت إذا أنت حافظ شيء. نعم موجودة القصيدة، سلمت شاء الله دق علي الضرس في الليل وكمت أتويع هذا وماشي هذا ما يقول لك لا هم إلا هم العرس ولا ويع مثل ويع الضرس. فقلت فيها قصيدة أخاطب فيها نفسي، فأقول بت ليلي كلها ونا صاحين والناس غافينا، أشتكي من عوق هالسنة الله أكبر منه ويعينا، صار له يومين مش قلنا مدعيا هالحال مسكينة، قلت بتوكل ومستنى صوب هالدختر يداوينا، قلت له الضرس به جنة عالجه طالبك والحينة، طالبك تحشيه لي طنة يا عسى كثرته تشفينا، قال هذا الحشو له فنة عارف انه زين ما زينة، والضرس له علم وزنة فوق راسي 7 سنين، قلت مقصد لا تلومنا الوي عليه مثرا فينا، قال صخ وانثبر منا بس يكفي لا تأذينا، قال صخ وانتبر منا بس يكفي لا تأذينا، غادي يلي بنت تتحنى بس في صوتك تحنحينا، لا تخاف ويلحقك ظنه هند دقايق لو بتعطينا، قلت لله الحمد والمنة، لا تخاف ويلحقك ظنه هند دقايق لو بتعطينا، قلت هذه صخة منا لك ولي ولين بعدين، لين زفات الفرج ينا لين زال اللي مشقينا، ثم صاح الهاتف ورنة رنة دايم تسلينا، قال راشد ها طمنا يا عسل أهون وزينة، قلت لله الحمد والمنة والشكر عالزين والشينة، بعد هاك الليل والونة يوم قزرناه صاحينا، ما رحمني عوق هالسنة الله أكبر منه ويعينا. الحمد لله يوم افتكيت من ويا الضرس. عموما يعني ما أعرف، أنا حبيت يمكن الفكاهي وايد، وأكيد كافة القصائد جميلة يا راشد موفق إن شاء الله، الله يوفقك يعني اعتقد انه بيكون لك مستقبل ان شاء الله باهر في عالم الشعر ان شاء الله. شكرا لك.